يعني والله ما ابكيك. اول شيء مبروك وعز الله انك تستاهل رغم اني من جمهور ضيف الله العزلي. الله يبارك في عمرك، ما يحتاج، عشان لو انك وقفت معي ضد ضيف الله زعلت عليك. جعلني والله ما ابكيك. عمرك والله ساعه يا الخال. رفيقنا سلطان جلوي المطيري. ونعم ما ونعم عليك زود، ونعم. من ايام التصفيات ولحاله في هالحظ طلع. والله انه حرص انه اوصل لك السلام. الله الرجال من غلاك ما شاء عنده جعل حتى دخوليته في البرنامج بيتنا. جعل عمرك. تقول فيها تواضع ليه وانا مختلف للغايه وتكبر ليه وانا ما بلغت اهدافي. الله ونعم ونعم يا سلطان، وان شاء الله نتدرب قدامه باذن الله. باذن الله وتراه يسلم عليك. الله يسلمك يعني عمرك طويل. وابعد المعذره. طيب الحين اعطيناك اللي انت تبغي. ها ما راح اتعداك الا تسمعنا. جعلني مبكيك، انا حافظ قصيد ماني بشاعر. حافظ ما انت بحافظ مالي شغل. ابشر ابشر. ايوه اسلم. يقول ذبحني التفكير وش يظنونك يا ماخذ خشوع قلب المصلي، مبطي عن احكاك ومبطي عن احكاك وسوالف عيونك وعن ضامر ان يمكن يجي 12 ملي جسم ملوم الغيد لو يحسدونك، ما قد لعب فيها الزمان المولي حبيبتي ترك كذا في طعونك، لا يطرحونك بالزعل والتغلي حطوا لي السياف والموت دونك وانا عتيبينك فوجيت كل. يا سلام عليكم زو. انا اشوف ان الجهه هذه غلبتكم. ها ما في شيء ما عنده شيء. طيب صلوا على النبي. نواف مساك الله بالخير.